والصحة والعافية عليكم. نقطة مهمة، السمك الفايتر اللي نشتريه جديد ونبدي نحطه بأي حوض، طبعا في الغالب احنا ناخذ زوج اللي هم ذكر وأنثى. هنا أنا مثل ما تشوفون الوردي هو عندنا الذكر اللي فارج ذيله، والأنثى هي البنفسجي الفاتح اللي تشوفوها بالعمق، حتى ما يصير أي عراك بيناتهم أو أنه وحدة من عندهم تقتل الثانية. من يكونون جدد راح نحط الذكر بحوض خارجي، في داخل الحوض الخارجي راح نحط فد قدح، دا تشوفوا هذا القدح، قدح عميق بماء تكون بالأنثى، هذه الأنثى مثل ما دا تشوفوها، فالثنين شفافة النثية والفحل راح يشوفون واحد الثاني، لكن معزولين، ما يكون بيناتهم أي عراك. لما يعتادون على بعضهم ممكن أنه نرفع هذا القدح ونخلي النثية والفحل في نفس الوعاء لأغراض التزاوج. تحية.